وصافي راه قضى الغرض وصل. شنو لوبجيكتيف؟ انه يدير العقار. هذا العقار وصل. ضحكوا علينا. السلام خوتي خواتاتي، جيسبر كو فزوري بيان. معكم فاميليا في ريفيو جديد مره اخرى مع المورفين، وهذه المره فيتشرينغ حمزه كازطروا. بون حمزه كازطروا رابر اللي غني على التعريف، عشيرو، ولد مكناس. تحياتي للدراري وبنات مكناس، كنشوفكم. تراك التيتر ديالو ديامو. شوف هاد لاطاك اللي داير المورفين سيغ جايا اكسسوار قريبه، وتنظن كاع في لونكس. تنقلوا على هاد الهضره. وقبل ما نبداو وكيف العاده، بغيتكم كاملين تبارك الله بريزونس ديالكم في كومونتير، وما تنساوش لايك. نبداو 3 2 1 ليتس جو. طيت جدي كامل ما تسنيتش شي حد لي جرني سبا المربي ستيق بيا ما عمرو ما دارني. بون تراك التيتر ديالو ديامون، وحنا كنشوفو في الكوفر جوج ديال يدي لي اون ديامون وهازين ديامون. هنا شنو بغا يقول المورفين؟ بلي يدي اون ديامون، يعني كيكتب لنا ديامون. هادشي الفن ديالو والراب ديالو اللي كيقدم الفاز ديالو، شي حاجه اللي غاليه، شي حاجه اللي ثمينه تماما بحال ديامون. اون دافير بتين كاسكيت ملعشت الحلم ما بقيتش شان. أم دافير بجين كاسكيت هنا وصل، ولا أم دافير المورفين، ولا أم دافير، ولكن في الموسيقى ماشي في شي حاجه اخرى. علاش في الموسيقى وفي الراب؟ حيت قال بجين كاسكيت، وهذا الباس ديال الروابا. عشت الحلم ما بقيتش باغي نفاق، يعني هو داكشي اللي كيحلم بيه يوصل ليه في الموسيقى وفي الراب. وصل ليه ولا عايشه، ولا حقيقه اللي هي عايشها، وصل ليها وعايشه. هادشي علاش ما بقاش باغي يفاق. كيف ما ممكن نربطو ديك ما بقيتش باغي نفاق؟ حنا عارفين ان المورفين ما كيكتب حتى تيسكر، دونك ما بقاش باغي يصحى. مادام بداك الموت كيوصل الحلم ديالو، كيعيش الحلم ديالو. خليف مارسيل خليف تعرف، خليو لاسين لي ديموكرات. خليف مارسيل مارسيل خليفه، ولكن هنايا عندي جوج ديال لي سونس، وكل سون ومتباعدين. يعني نتوما اللي غتحكموا وتقول لي شكون اللي جاكم لوجيك، وشكون اللي قال لك، وشكون اللي جاكم قريب للمعنى اللي بغى يقول لنا المورفين في لي كومونتير. بون لو سونس الاول، مارسيل خليفه فنان لبناني اللي اتخذ من القضيه الفلسطينيه، من الوطنيه، من الحريه، موضوع مواضيع وتام التراكات والاغاني. لوسونس الاول كنقول فيه بلي المورفين كيشبه راسو بمارسيل خليفه، وكيقول بلي انا ماشي بحال، تيقول لروابا انا ماشي بحالكم. خليف تعرف انا ماشي بحالكم، انا عندي قضيه في التراكات ديالي بحال مارسيل خليفه. خليو لاصين لي ديموقراطي، يعني دار لهم ديك القضيه ديال بحال كي دار ترامب لبايدن، كي دار بايدن ترامب دايو، يعني حيدو من الطريق بحال ترامب والحزب ديالو الجمهوري، وخليو دابا لاصين لي ديموقراط والبايدن. فهمتوا كيفاش البلان؟ حنا عارفين ان الحزب الديمقراطي والحزب والحزب الجمهوري هادو جوج ديال الاحزاب اللي شادينها في امريكان. لوسونس الثاني، لوسونس الثاني اذا بينا ربط الوطنيه وربط القضيه الفلسطينيه واللي كيعالجها مارسيل خليفه في تراكاته، وربطها باش واقع دابا حاليا في الراب المغربي والراب الجزائري، غادي نقول لكم بلي كيكلاشر وباب المغرب، واللي كيقولوا بلي الوطنيه هي اللي خلاتهم يدخلوا في هذا البيف. وكيكلاشر وباب الجزائر، واللي كيقولوا بلي القضيه الفلسطينيه هي اللي خلاتهم يدخلوا في هذا البيف، وكيكلاشيونا بالتطبيع مع اسرائيل ودايرين المقاطعه لاسرائيل اتسيتيرا. دونك هنا بحال كيقولهم زعما دايرين فيها نتوما، هما مارسيل خليفه كتعالجوا القضايا الوطنيه والقضيه الفلسطينيه، الوغ كنتوما الهدف ديالكم هو البوس. وخليف تعرف، خليو لاصين لي ديموقراط، خليو هاد القضيه لماليا، خليو السياسه في السياسه، خليو هاد القضيه للديمقراطيين بويسكو هما اللي شادين هذا في امريكان، وبويسكو امريكان هي الكل في الكل. الف باء جيم، هنا اشاره من الحروف الابجديه. هنايا لي غوتريب تيقول لك الرئيس راه جا، وباها في الراب اللي هو المورفين راه جا، اللي كيتقبل اللغه الالف باء جيم، واللي كيتقبل الريمه. فيمو لا بيز اريستقراط، هاد فيمو لا بيز كاين تراك اللي سميتو فيمو لا بيز. فيمو لا بيز كنظن منو، يعني هو المرجع ديالو، ولكن اللي بغيت ولكن هنا شنو بغى يقول لهم؟ راه كيقولها بزاف تراكات وديما كنشرحها لكم، يعني كيقول لهم انا بحال هو الشيخ ديال الراب اللي كياخذ منه روابا البركه، كيبوسوه كيبوسو ليديك، يعني كياخذ منه البركه. جلس فوق الارض الراب والبلاط كنتقرع في لي ريم واعره واعره. جلس فوق الارض والبلاط، هنا البلاط كنقولوا على لوسيون، يعني هنا كنتخيل المورفين بحال الا جالس في البلاج قدام لوسيون وكيتكرع في الريم، يعني كيكتب كيكتب الراب ديالو ولا كيرابي. واغلبيه ديال تراكاتو واعره واعره، يعني اغلبيه كنلقاو لي غوتريب.
هذا كتاب ما تلقاش فيه شكرا دوبل فاصل فاست عندي عايقة. هذا كتاب ما تلقاش فيه شكرا. احنا عارفين يعني بعد اول حاجه كتاب كيف ما بغى يكون النوع ديالو ضروري ما كتستفد منه، كيف ما بغى يكون هذا الكتاب ضروري ما كتستفد منه، هذه الاولى. ما فيهش شكرا، احنا عارفين في الاول ديال الكتاب كتلقى ديك غوميرسيومون، يعني كتلقى الكاتب كيشكر كاع دوك اللي المراجع ديالو ولا اللي عاونوه ولا اللي تاسبيرا منهم باش يدير داك الكتاب. هو كيقول لك هنا ما تلقاش غوميرسيومون، هنا يعني بغى يقول لك بلي هو ما ترجع الفضل لهذا الشيء اللي هو واصل ليه ولا حتى شي واحد، دونك ما كاينش اللي غادي يقول هو شكرا. اها دوبل فاس، دوبل فاس هنا بغى يقصد يعني دوبل سونس، يعني في تراكاتي كتلقى الدوبل سونس. والفيست عندي عايقه لي كوتريب، كتلقى الدوبل سونس، كتلقى الميتافور، كتلقى لي كوتريب. هبط اوكتاف وبلا فوغراف معلق في 808. هبط اوكتاف هنايا كاشاره منه باللي كيرابي غراف، وهذا الشيء اللي كيخلي بزاف ديال الدراري يقولوا بلي المورفين كيربي ناعس في الميكرو. دونك هنا كيقول لك هابط اوكتاف، اوكتاف اوكتاف هذا سلم ديال لافوا ولا غام ديال الصوت، وكل ارتيست ولا غام ديالو، كاين اللي عنده غام ايغو، كاين اللي عنده غام غراف. مقلع بالويسونويت، والويسونويت هذا انسترومون اللي كان كومبوزيو به الموسيقى، واللي كان دار عليه وثائقي كيف ما دار على كيفاش حتى بدات ثقافه الراب. بون هذا الانسترومون عنده فضل كبير باش وصلت ثقافه الهيب هوب لهادشي اللي وصلت ليه دابا. هنا شنو بغى يقول معلق في الويسونويت؟ انا بغى يقول المورفين باللي باقي في الكلاسيك، باقي في لو فغي راب، باقي شد في داك الشيء القديم، يعني ما بدلش صباغته. الا بغينا نقول 15 في 3 45 كورتيج ديال الحرب العالميه. هذا البورفير كيدير لنا واحد جو دمو، كيلعب بعقولنا. 15 في 3 اشاره صاحبو كان ستروا، 15 في 3 الا ضربتيها في 3 كتعطيك 45. هو المورفير شنو غادي يديروا لنا؟ غادي يديروا لنا بجوجهم كورتيج الحرب العالميه. كيف ما الا ركزنا في كلمه كورتيج، غادي نهضروا على طون دي دو شارت اون فرانس، غادي نهضروا على يعني دوك ديك الفاج داك الشيء اللي كانوا داروا لدوك البنات اللي كانت عندهم علاقه مع لي زالمون، وكيفاش قرعوا لهم ريوسهم، وكاين اللي كيقول داروا لهم حتى الكورتاج. كارفور ماركت الميني ابراهيم لبس ناس تقطيو العلويه. هذا هو السبونسور ديال المورفين، يعني المورفين اسيدي فاش يبغي يكتب تراك كيمشي اول حاجه كارفور، كيتقدى الشراب، هو غادي في الطريق، هو غادي للطريق البحر، كيدوز شي ستاسيون افريقيه، كيتقدى الدخان من عند من ميني ابراهيم، وكيقلب على شي بزناز اللي تقدى عنده العلويه، يعني كيتقدى عنده شي كاليتي واعره ديال الحشيش. دروك لي تندير ما فراسكش تنضرب غير لا فراب وفي لي بوب يمشي يا حبي نتو كل يتعلق في ميكرو بوي شنو لو. انا شنو بغى يقول؟ بغى هنا بغى يذكر الفانز ديالو بالكونسيبت ديال مورفين، يعني هنا كيقول لهم زعما بلي راه كانت دروغا، وراه كان يعني المورفين راه دروغ، يعني راه بموسيقتي انا راه كندروغيك، يعني راه كان ما كنحطش اي حاجه باش نتايا تسمع ليها وتسمع الموسيقى النقيه. انا كلشي فو بالكتابه على الابرو. وهنايا قال لك روابا كلشي فو، يعني بغى يقول هنا بلي كلشي كيضرب حشيشه، ولكن هنايا قال كلشي فو من الكتابه على الابرو، من الكتابه الابرو، يعني ما عرفتش انا الصراحه واش بغى يقول زعما ملي كيضربوها، ملي كيكونوا اومود راه كيطلعوا كيطيروا كيوليو في عالم اخر، ولكن كيشوفوا المجتمع وكيشوفوا شنو اللي داير بهم من واحد الزاويه اللي صغيره. علاش؟ لحقاش الابرو هذا هو داك الشرجم المدور اللي تيكون في الطياره ولا في الصاروخ، يعني كيشوفوا داكشي غير بواحد الزاويه الضيقه، ماشي بحاله هو تسبان ليه واضحه ومزيان وكيحل عليه مزيان داكشي باش كيحط نطراكات في هذا المستوى. بيبرون وليتو تسمعو معصرة مشات القوادة بحالها بقاو غير حنا. ومن البيبرون عقلتو على ولا التسعينات ولا التسعين، ومال هادي يعني كانت مأثرة فينا الثقافة المصرية شحال هادي من البيبرون حنا صغار، المسلسلات المصرية، الميديا، فين ما مشيتي تتلقى مصرة فينا هما شافوهم بلاصة هما التركيين. وبيان سيغ يا كلشي دابا مشاو بقينا غير حنا، بقى المعقول. دريفت امبالا دايوغ راه دار دريفت، سمعتوه في الباك جراوند.
امبالا. امبالا هذه نوع ديال الطوموبيلات ديال شيفرولي، وهذه عرفتي بغيتو تعرفوها، هي ديك الديكابوطابل القصيره. راه مفتخره بامريكا، فيما كان شي فيلم امريكاني بغاو يبينوا لك شي سين ديال شي واحد تيتبعوه البوليس، راه كيديروا هذا الامبالا. شيف ماسك في القالة. القالة لحقاش ما قلت لكمش هذا راه اكستريم القالة. دونك هنا بغى ما عرفتش اش قال، مود فيورتيف بغى يقول بلي زعما ماسكي، هو قال ماسكي في القالة، ما عرفتش اش قال ماسكي في القالة، يعني بحال بغى يقول بلي راه خدم في القالة، خدم زعما عاون في القالة في الكواليس ولا شي حاجه بحال هكا. نو هابلا اسبانيول، كنعرف غير فيكتوريا وغانا، ما عنديش مع الهضره بزاف، كنعرف غير الفوز والفيكتوريا. الراب عندي بحال شي كومبيت كنميلونجي فيها السبور مع الار. الراب عندي بحال شي كومبيتيسيون، كومبيت كومبيتيسيون، يعني بحال شي موسيقى واللي كان ميلونجي فيها سبور مع لاغ. هذه راه ما قالهاش غير هكاك، غنزيدو نفهموها باغ لا سويت. يعني كيقول لك بلي هو هنا شنو بغى يقول، بغى يقول بلي راه ما مبليش، كيعرف غير الراب والموسيقى، كيعرف غير الراب والسبور. تبوب لي تيست اونتي دوباج، او تبوب لي تيست اونتي دوباج، بحال دوك يعني بحال دوك لي زاتليست في شاك كومبيتيسيون خاصهم يديروا لهم تيست اونتي دوباج، زعما واش واخدين شي دوباج ولا لا. يعني هو كيحط شي حاجه اللي واعره وما محتاجش انه مثلا، هو كيعرف غير سبور ولا زعما راه ما مبليش بلا ما يحتاج البليه. وانا واحد الهضره كنبغي نقولها، جات الفرصه انني نقولها، تتلقى دابا لي زاتليست معروفين في ميريكان، كتلقاه السيد صافي صوبه وصل حتى تيوصل للفان كارير ديالو، عاد تيقول لك راه لقينا، راه درنا تيست ولقينا بلي راه السيد كان تيتعطى الدوباج ايتترا، وصافي راه قضى الغرض وصل. شنو لوبجيكتيف؟ انه يدير العقار، هذا العقار وصل. ضحكوا علينا، باب كي الفولكان لانات، راه ما تقدرش تشدني بحال شي بركان. هايبر بانك وكل نهار كتزاد عندي طيره في الرام. هنا يا سيبر بانك، هادي جو بحال جي تي، انا بغينا نعرفو هنا بحال قالك زعما لا فورس ديالو كل نهار كتزاد، هادشي وكل نهار كتزاد عندي طيره في لارام، كل نهار كيعمر راسو، ما كيعمرش راسو غير شي شويه حقاش طيره، راه كنقولو كيلو الميغا جيغا عاد طيره، يعني راه كيعمر دماغو بالمزيان. كنفيق الصباح ما شبعانش راب، كنجهد شي ام سي عاد كنطراف. دونك شتي هو كياكد هنا بلي زعما هو ما مبليش فاش تيفيق الراب، الا كانوا كيقولوا روابا بلي ملي كنفيقوا كنصبحوا على شي جوان هو الاول باش نوليو في الهمود وباش نفيقوا ونحلوا عينينا في الضرب جماعه، هو تيقول لك ملي كيفيق تيدير شي ام سي فودني، يعني كيتصنت شي رابر اللي كيعجبو كيطلق شي تراك دراب. كنقصد كاع اللي قال كيتسال، كنعطي حسابو بلا ما نصرف، واللي جبدني راه غادي يلقاني، راه كنعطي حسابو بلا ما نصرف، كنقصدونيش بلاصة العصاب هز المايك نشوفو شي البرود كي اللوغو درالف. بلاصة العصاب هز الميكرو كي اللوغو درالف، وقصد رالف لورن، هادي شركة أمريكانية اللي مخلطة تا هي كلشي، تا يوغ تا هو تيقولك مخلط، يعني مخلطة الحوايج ومخلطة الروايح، واللوغو ديالها، اللوغو ديالها واحد راكب على الشوفال وكيبانلك من بعد بلي راه بحال هز العصا، ألوغ كو هو راه هز ميكرو. قدامي لي ستات من بلاصه لي فاس، كنحط الحساب كشي تريدر قدامي ستيت، قصد ستاتيستيك، يعني راه حاسبها، راه ما غاديش غير الله، راه حتى حاجه مع الله. هو قالها نيت قبل من بلاصه لي فاس، ام قاد اموري ومقاد الملفات ديالي وعارف فين غادي، ويعني عند داير دي زيتاب بحال شبه راسو بحال تاجر، يعني شي واحد كيدخل عليه يبيع ويشري ما كيجيش يحط فلوسو غير في الخوا، راه حاسبها ودارسها وعارفه واش مخرجه ولا ما مخرجاش. جات لي كيليبر بين الخير والشر، مني سبلينتر مني شرايدر، مني سبلينتر وشرايدر، واحد فيهم لي سبلينتر هو داك هو اللي كان كيدرب سلاحف النينجا وكانوا كيحاربوا شرايدر، واحد فيهم كيمثل الخير والاخر كيمثل الشر. قالك هو مايكيليبغي، قالك ما بين الخير والشر. هنا شنو بغى يقول لينا؟ بغى يقول بلي ايه هو كيدير راب لو فغي راب هادي، ولكن راه عارف راه حتى هو غادي يبدا شي شويه كوميرسياليزي تراكاتو باش حتى هو يصوفي بهم شي شويه، وغادي ايكيليبغي بين هادشي ولكن ايكيليبغي بين الخير اللي سما يعني تراكاتو والشر سماهم شر، واخا هما ماشي شر، يعني ماشي عيب انك تجيب العقاب بتراكات ديالك وبخدمتك راك تتكرفص عليها، ولكن غير هو سما شر حيت ما نعرف يعني بحال كيحس براسو زعما بلي ممكن يدير شي حاجه اللي ماشي هو في المبادئ ديالو ولا شي حاجه زعما ماشي هكاك كان داخل. كان بوكسي في السيلاب الكنز المورفو كينغ اوف رايمز جامعين نيكو تريب هنايا، الكنز المورفو كينغ في الرايم.
تكنيك دون الفيل دو البويسونس لي بانش ديال كيمبو سلايس الكنز بالمورفين ملوك الريما جامعين ما بين تكنيك واللي عند اوليفيلد وهذا معروف بالتكنيك هادشي علاش كان ديما كيغلب بالكي او وما بين لا بويسونس والقوه اللي عند المقاتل المعروف ببطوله القتال الحر اليو اف سي كيمبو سليس فلو غلاسيال دايموند ايس فلو غلاسيال يعني بحال يقول لك الفلو ديالو بارد كيعطي غير بالبارودي هو ما كيتعصبش بحال دايمون ايس هادي كتعطى فشي بواط غير شي واحد اللي يخضى شي مشروب غالي هناك تشوفوا عند البلاص كيعرفوا بوكو حبه بيني ويل ماي كورون دايمون دايس اونلي فاس كنقول غير اللي كاين ما كنافقش واخا يقولوا عليا خايب ما كندير راسي حتى فشي قرض غير باي كان دراسة تفشي قرض ما كاين غير كنعطي البنادم في وجهه ما كاينش داكشي ديال الدبلوماسيه وداكشي ديال النفاق ما كاينش تركي دوي على راسو محتاج ندوي عليه كانت معكم فاميليا اللي كيعجبو كانت تدعموا بلايك كومونتير بارطاجيو مع صحابكم اللي مازال ما تابوني تابوني في الجرس والسلام عليكم.